السلام عليكم يا شباب، عاملين ايه؟ معكم مستر مصطفى، اسيستنت مستر هيثم، يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. النهارده مكملين في حل سلسله امتحانات المعاصر، معانا امتحان رقم 9، فخلينا نبدا. هانت اهو، خلاص بقى امتحان. نيجي للسؤال الاول، بيقول لك the detection of the charge level of the car battery. احنا اتفقنا خلاص، عملنا سمري لحوار الكار ده، واتفقنا ان الكار باتري كانت ابلكيشن على مين؟ على الدينستي. الكار باتري كان ابلكيشن على الدينستي، وافتكر دايما انها في حاله الريتشارج، دينستي عاليه كانت الدينستي بتبقى عاليه، وفي حاله الديستشارج كانت الدينستي بتبقى ايه؟ الديستشارج كانت الدينستي بتبقى قليله. ده الكار باتري. انما خلي بالك الكار بريكس الفرامل كانت باسكال برنسبل. الكار بريكس كانت ايه؟ باسكال، خلي بالك من النقطة دي، باسكال برنسيب، دي أول حاجة. والكار تايرز احنا بنراجعهم مرة كمان، هو مفيش مشكلة. الكار تايرز دي كانت مين؟ البريشر. فأنا كده فصصت لك الايه؟ العربية خالص يعني، تمام. طب هنا هو بيسأل على الكار باتريز، هتبقى مين؟ الدينستي. طيب نروح للسؤال اللي بعده. سؤال رقم 2 بيقول لك a cube has a side length كذا وماس كذا، عايز ال relative density. هي ايه ال relative density دي؟ احنا اتفقنا ال relative density هي ال density بتاعة ال material على ال density بتاعة ال water اللي هي بايه؟ ب 1000. ماشي، تعال نجيب ال density بتاعة ال material، يبقى تحت في 1000 عادي زي ما هي. density material اي density equal mass over volume. ماشي، طب انا معايا الماس ب 2 كيلو، معايا الفوليوم، الفوليوم بتاع الكيوب هو عباره عن ال باور 3، بس خلي بالك ان هنا بالسنتيمتر، يبقى تقول 8 في 10 باور نيجاتيف 2 عشان تحولها لمتر، الكلام ده باور 3، وتحسب بس كده تطلع معاك 3.9، تبقى الاجابه ايه؟ يبقى هي دي الايه؟ التركايه. خلينا نروح نشوف السؤال اللي بعده. نيجي لسؤال رقم 3 بقى، بيقول لك ايه؟ A force act on the normal act on the surface as shown in the object figure. So the resultant pressure. انت لازم تبقى عارف ان البريشر هو عبارة عن فورس على اري. كلام جميل، بس هتجري تختارها هنا هتطلع غلط. ليه؟ عشان الفورس عاملة زاوية. الفورس دي انا باخد النورمال. يعني ايه باخد النورمال؟ يعني لو عندي حاجة بضغط عليها انا باخد النورمال فورس عليها. ان دي كده اللي بتعمل بريشر، مش دي. فكده انت الفورس دي هتحللها. ادي الفورس هنا عاملة الزاوية ايه؟ يبقى هنا هتبقى اف كوساين ثيتا، وهنا اف ساين ثيتا. انا هاخد مين بقى؟ هاخد الكوساين ثيتا اهي، عشان دي الافريج نورمال فورس، ان ده كان الديفينيشن بتاع البريشر، بيقول لك هي الافريج نورمال فورس، فيبقى هنا اف كوساين ثيتا على الاريا، تبقى الاجابه سي. يبقى دي التركايه يعني، بس تبقى عارف حوار ان انا باخد الايه؟ النورمال فورس. طيب شوف اللي بعده، بيقول لك ان اوبجكت انسايد بيسن، object في بسين يعني، is being affected by total pressure equal كذا، عايز الدبس. طيب هو انت لو في حمام سباحه ايه اللي هيأثر عليك؟ بي توتال اللي هو مديهالك دي المفروض انها بتساوي بي اي زائد رو جي اتش. طب تعالى نعوض، انا معايا التوتال دبس ب 1.5 في 10 to the power 5، وانا مديلك البي اي ب 1.013 في 10 to the power 5، زائد مديلك رو الميه ب 1000، ومديك الجرافيتي كمان ب 9.8، ناقصك بس الدبس. شايف الايكويشن دي؟ شيفت سولف تجيب لي الايه؟ الاتش. يطلع لك الاتش بكام؟ ب 3.4 متر، وتبقى الاجابه ايه؟ يبقى دي الايه؟ التركايه بتاعه السؤال. خلي بالك من السؤال ده عشان سؤال ترك. طيب شوف اللي بعده. نيجي سؤال رقم 7، بيقول لك ايه في 7؟ عايز ال height of the liquid in the U shaped tube. ماشي؟ طيب هو انا عارف كده كده ان ال height في ال rho g h، في ال rho g h هو قال لك ال U shaped tube كانت بتبقى عامله كده. افتكر ان القوانين بتاعتك كانت density 1 h 1 بتساوي density 2 h 2. واضح كده ان العلاقه ما بين ال height وال density inverse. فانا كده اجابتي لازم تكون فيها inverse proportional، يبقى كده a و b دول بره. طب بيقول لك ال height is inversely with the square of the radius بتاع التيوب. لا، احنا اتفقنا ان في الروج اتش الموضوع ملهوش علاقه بالاري، كانت تخينه رفيعه الكلام ده كله ملهوش علاقه، انما هو inverse مع مين؟ inverse مع الدنسيتي.
فكده الإجابة تبقى دي. يبقى هي دي فكرة الإيه؟ السؤال ده. خلي بالك اليو شيبد تيوب من أهم الدروس اللي في المنهج، فلازم نخلي بالك منها. طيب شوف اللي بعده. السؤال رقم 6 بيقول لك إيه في 6؟ أميركري بارومتر. طالما ميركري بارومتر يبقى أروح دايماً أسيستم نفسي، سمعت مسألة بارومتر يبقى أروح أكتب قانون البارومتر. دينستي الإير في الهايت بتاع البيلدنج بيساوي دينستي الميركري في القراية داون ماينس القراية أب. الكلام ده في 10 to the power negative 2. طيب انا معايا دينستي الاير 1.25 في الاتش اللي هي النون يساوي دينستي الميركوري 13600. بيقول لك بقى القرايه داون اهي، بيقول لك if the reading at the bottom of the mountain كانت 75 ماشي، وبعد كده التوب بقت كام؟ 65. الكلام ده في 10 to the power negative 2. حلو، حط دي على الكالكوليتر هتطلع لك شيفت سولف تجيت الايه الاتش. تعال نحطها على الكالكليتر هتطلع معاك ب 1088 تبقى الاجابه سي. يبقى دي الايه التركايه. خلي بالك لازم يجي سؤال على البارامتر، وان شاء الله يجي تعويض مباشر زي ده. فزي ما قلت لك هو البارامتر هو القانون ده بس، يعني ما فيهوش حاجه اصعب من كده. طيب نروح للسؤال اللي بعده. سؤال رقم 7 بيقول لك هو ان ترانسفيرنج ا بارامتر ذات هاز ا تيوب اوف لينث 1 متر ماشي from the sea level ال BA كان 76 to the top ماشي، عايز يعرف ال height بتاعه to the top of the mountain، عايز يعرف ال height of the Tertullian vacuums become كام. ركز بقى معايا واحدة واحدة كده ايه هنوصل. هو بيقول لك انت دلوقتي هتنقل البارامتر الطول بتاع التيوب. انا فاكر حلينا سؤال شبه ده من قريب يعني بواحد متر، ده طول التيوب بواحد متر. انا عارف ان البي اي هو بيقول لك from the sea level البي اي كام؟ 76 سنتيمتر. 76 سنتيمتر يعني 0.76. طيب يبقى انت كده على الكالكليتر انا معايا واحد متر اخدت منه 0.76، يبقى 1 0 ماينس 0.76 هيتبقى 0 بوينت كام؟ 24. ده كده وانا على الجراوند، ده كده وانا الداون. خلي بالك عشان هو دي التركايه بقى، ان حضرتك هتروح 0.24 فتروح تختار لي 24 تطلع غلط. يبقى كده الكلام ده وانا داون ماشي. هو بيقول لك دلوقتي حضرتك اخدت البارامتر ده وطالع بيه الجبل ماشي. طالما طلعت الجبل، مش وانا عارف وانا بطلع الجبل ايه اللي بيحصل؟ البريشر بيقل، فالهايت بتاع الميركري بيقل، فالتورشيليان حته التورشيليان دي مهمه جدا، فالتورشيليان فاكيوم بيزيد، يعني هيبقى ازيد من 24. يعني هيبقى كام؟ هيبقى 26. يبقى دي التركايه. سؤال مخادع، محتاج واحد مذاكر بارامتر حلوه قوي. تاني يبقى انت خلاص جبت التورشيليان داون كان ب 24. حضرتك دلوقتي طالع على الجبل، فانت عارف في الجبل القرايه بتقل، فاما القرايه بتقل الهايت بتاع الميركري بيقل، فاما هايت الميركري يقل الهايت بتاع الترشيليان فاكيوم ايه؟ يزيد. يبقى هي دي الايه؟ التركايه يعني. طيب شوف اللي بعده. نيجي سؤال رقم 8 بيقول لك when using a manometer to measure high pressure difference. انا هستخدم المانومتر عشان استخدم اقيس حاجه عندها هاي بريشر ديفرنس. استخدم ايه؟ استخدم ليكويد عنده هاي دينستي. ليه؟ عشان كل ما الدينستي يبقى الاجابه ايه؟ كل ما الدينستي كانت عاليه كل ما الهايت هيبقى قليل. بمعنى حضرتك لو جبت المانومتر استخدمت فيه ميركري، الميركري الدينستي بتاعته كبيره، فهيبقى الفرق الهايت يعني هتلاقيه طلع حبه صغيرين. فاهم قصدي؟ معلش الرسمه جت معوقه شويه. فمهما كان البريشر كبير الدنستي بتاعتك كبيره فالهايت اللي هيطلعه الميركري قليل، عكس ان انت لو استخدمت ووتر هتلاقي نفسك ان انت محتاج تيوب كبيره. فهي دي فكره الايه السؤال، محتاجه بس سنه ايه فهم يعني. طيب شوف اللي بعده. السؤال رقم 9 بيقول لك ان هيدروليك بريس عندك فورس 2 نيوتن، ده هيدروليك بريس ماشي، يبقى عندك اف ب 2 نيوتن از يوزد تو ليفت ان اوبجكت مديك الماس ب 2 كيلو for a distance كام؟
1 سنتيمتر 1 سنتيمتر الديستنس ماشي حلو. عايز مين؟ عايز ذا سمول بيستون ماست موف كذا. طب خلي بالك هو مدي لك ايه؟ الفورس اللي معموله ومدي لك الماس الناحيه الثانيه، فانت من هنا ممكن تجيب الاف الكبيره، يبقى 2 في 10 ام في جي تجيب الاف الكبيره، يبقى انت معاك الاف الصغيره ب 2 نيوتن والاف الكبيره ب 20 نيوتن. طيب تعال نطبق في قانون الميكانيكال ادفانتج. انا عندك اف الكبيره على اف الصغيره بتساوي y1 على y2. مين y1 دي؟ دي المسافه اللي اتحركها السمول بيستون. مين المسافه الكبيره؟ y2 دي المسافه اللي اتحركها البيج بيستون. طب تعال نعوض، انا معايا اف الكبيره ب 20 نيوتن، معايا اف الصغيره ب 2 نيوتن بتساوي، انا عايز المسافه اللي اتحركها السمول بيستون يبقى عايز y1، وانا مدي لك y2 خلي بالك بقى 1 سنتيمتر حوله، يبقى 1 في 10 to the power negative 2. حلو. طب كده انا عايز y1 بقى، شيفت سولف على الكالكوليتر او اعمل كروس مالتيبليكيشن، يعني قول لي 20 في 1 في 10 to the power negative 2 على الاثنين هيطلع لك 0.1، يبقى y1 هتبقى 0.1 متر. تبقى الاجابه ايه؟ سؤال حلو في الميكانيكال ادفانتج، محتاج واحد مذاكر القانون وعارف هو ايه اللي معاه وايه اللي عليه. انا ضربت دي 2 في الجرافيتي طلعت لي الاف الكبير، عشان اي اف بتتفك الام اف جي للناس اللي مش عارفه. فهي دي فكره الايه؟ السؤال ده. تعالى نروح للي بعده. سؤال رقم 10 بيقول لك اجاز اوف بريشر، اجاز مديك فوليوم 1 بكام؟ ب 20 سنتيمتر باور 3 at pressure 1 ب 1 اي تي ام get expanded ل 50، يعني كده فوليوم 2 ب 50 سنتيمتر باور 3 at constant temperature، لما التمبريتشر تكون constant then the pressure ماله؟ طالما التمبريتشر constant يبقى انا هنا في بويل، يبقى B1 V1 equal B2 V2. طيب معاه B1 ب 1 ومعاه V1 ب 20 بتساوي B2 ده اللي انا عايزها في V2 اللي هي 50. خلاص شيفت سولف تجيب لي B2 هتطلع B2 2 على الخمسة اي تي ام. تعويض مباشر في قانون بويل الصراحة ما فيهوش اي مشكلة. طيب خلينا نروح نشوف السؤال اللي بعده. نيجي السؤال رقم 11 بيقول لك اكلوزد كونتينر contain an amount of air at temperature 0. حلو، يبقى كده temperature 1 دي بزيرو سليزيوس، زيرو سليزيوس يعني 273 كلفن. حلو، when it cooled down لنيجاتيف 100 يبقى temperature 2 هتاخد نيجاتيف 100 زائد 273، ده كده temperature 2. بيقول لك ال pressure 2 بكم كام؟ 50 سنتيمتر اتش جي. تبقى وقال لك كلوزد كونتينر، فكلمه كلوزد كونتينر دي معناها ان الفوليوم كونستنت، هي دي التريك. هو عايز مين بقى؟ عايز بريشر 1. طالما فوليوم كونستنت فحضرتك عارف ان بي 1 على تي 1 ايكوال بي 2 على تي 2، بس هي دي الفكره. خلي بالك ما هو كلوزد كونتينر معناه ان هو دايما هيشغل نفس الفوليوم. طب بي 1 انون، تي 1 معايا ب 273، بي 2 ب 50، تي 2 عباره عن نيجاتيف 100 زائد 273. انا عايز بي 1، اعمل شيفت سولف على الكالكليتر هتطلع لك دي. يبقى هي دي الايه؟ التركايه يعني ان انت تستنتج بس حته ان كلوزد كونتينر يبقى الفوليوم ايه؟ كونستنت. فدي فكره الايه؟ السؤال ده. نروح للي بعده. سؤال رقم 12 من الاسئله الحلوه بيقول لك ان فرونت اوف يو عندك بيستون ام ده فيه ليكويد وبيستون ان ده فيه جاز. حلو، حطينا ماس 25 كيلو جرام، هنا حطيت ماس 25 وهنا حطيت ماس 25، ايه اللي هيحصل؟ ده معتمد على واحد فاهم ان ان الليكويد انكمبريسبل يعني غير قابل للانضغاط، فده مش هينزل، انما الجاز كومبريسبل، هي دي الفكره بس. فده سؤال حلو عشان بيسال على كلمه، معنى كلمه كومبريسبل يعني قابل للانضغاط، فحضرتك هنا البيستون ده هينزل، يبقى بيستون ان بس هو اللي ايه؟ هينزل، انما بيستون ام مش هينزل،
ليه؟ عشان الليكويد انكمبرسبل، غير قابل للانضغاط. يبقى هي دي فكره الايه، السؤال فكرته صايعه، خلي بالك. طيب تعال نروح للي بعده. 13 بيقول لك the opposite figure relation between mass over volume، عايز اللوست دينست. طب اي جراف في الدنيا بروح اجيب السلوب بتاعه، ربنا يسهل، بحط الواي على الاكس، فوليوم على ماس. طب انا عارف ان الدينستي ايكوال ماس اوفر فوليوم، طب انا معايا هنا فوليوم على ماس، مش كده كانها اتشقلبت؟ يبقى واحد على دينستي، يعني بالبلدي كده السلوب بتاعك انفرس مع الدينستي، عشان السلوب بيساوي واحد على دينستي. هو عايز اقل دينستي، اقل دينستي يبقى اعلى سلوب، اعلى سلوب فيهم تبقى الاجابه ايه، يبقى هي دي الايه التركايه. تمام، يبقى دي فكره الايه، السؤال ده فكره السؤال صايعه، خلي بالك ان هو مدي لك ايه، فوليوم على ماس. طب نشوف اللي بعده. سؤال رقم 14 من الاسئله الحلوه، بيقول لك ان ذا اوبزيت فيجر اف ذا اتموسفيريك بريشر، الاتموسفيريك بريشر كام؟ 76 سنتيمتر اتش جي. حلو. And the pressure of the gas، ال pressure بتاع الغاز in the reservoir 800 تر. طيب 800 تر يعني اكنها 800 ملي متر اتش جي، يعني اكنها 80 بيجاز، انا هحولها عشان اخليها سنتيمتر اتش جي، يعني اكنها 80 سنتيمتر اتش جي. هي دي التركايه. تمام، يبقى البيجاز ب 80 سنتيمتر اتش جي، فانت هنا عندك بيجاز وهنا عندك بي اي زائد اتش، وادي اتش ان. مين اللي بيضغط عند النقطة دي؟ البي جاز. مين اللي بيضغط عند النقطة التانية؟ بي اي زائد اتش. انا خلاص ليه قلت بي اي زائد اتش؟ عشان حولت القانون كله لسنتيمتر اتش جي. طب انا معايا ده ب 80 ومعايا البي اي ب 76، يبقى كده تجيب الاتش، الاتش هتطلع معاك 4 سنتيمتر. يبقى هي دي الايه؟ التركية. يبقى التركية بس تركية تحويلات يعني مش اكتر، تبقى الاجابة ايه؟ ففكرة السؤال حلوة، محتاجاك بس تكون ايه، مركز. طيب نروح للي بعده. سؤال رقم 15 بيقول لك ايه في 15؟ all point اهم جملة في السمستر كله، زي ما قلت لك ان all point in same vertical plane او same horizontal level، same level، محطوطين in same liquid، عندهم ماله؟ عندهم طالما محطوطين all point in the same level in the same liquid have same pressure، يبقى عندهم نفس ال pressure، يبقى equal in pressure، صح؟ ماشي. having a density that decrease in depth، لا، يبقى كده دي غلط، يبقى كده all of the previous are correct، غلط. فيبقى having a pressure that increase with depth، صح، عشان ال pressure direct مع ال depth، انا عارف ال pressure بيساوي رو جي اتش، وال pressure مع ال depth direct، فهي دي فكرة الايه، السؤال ان ال pressure مع ال depth direct مش ايه، مش inverse، فتبقى الاجابة سي. تمام تمام طيب نشوف السؤال اللي بعده. هو قال لك homogeneous liquid، نشوف سؤال رقم 16 بيقول لك the ratio between the density of the electrolyte، لسه مراجعين عليها في اول الامتحان. charging احنا اتفقنا recharging معناها الدنستي عالي، recharging يعني الدنستي عالي، discharging معناها الايه، الدنستي واطي. يبقى كده هو عايز دنستي عالية على دنستي واطية، يبقى greater than one، يبقى more than one، تبقى الإجابة إيه؟ يبقى هي دي الايه، التركايه بتاعتنا. طيب شوف السؤال اللي بعده. سؤال رقم 17 بيقول لك ايه، الجهاز عنده فوليوم 4 لتر، يبقى كده فوليوم 1 ب 4 لتر، وبي اي بي 1 بي اي، تو ميك ذا فوليوم جاز يبقى عايز فوليوم 2 ب 1 لتر. قال لك سيم تمبريتشر، تعالى نجيب بي 2 same temperature، يبقى B1 V1 equal B2 V2، B1 BA volume 1 ب 4، B2 عايز volume 2 ب 1.
يبقى عايز اجيب بي 2 هودي دي الناحية التانية، يبقى بي 2 ايكوال 4 بي اي. تجري تختارها تطلع غلط. ليه؟ عشان هو ما كانش عايز دي، هو بيقول لك ذا انكريزنج بريشر، عايز الزيادة. طب يا معلم انا كنت بي اي بقيت 4 بي اي، يبقى انا زدت بقد ايه؟ اعمل 4 ناقص 1 يبقى انا زدت ب 3 بي اي. شوف القذارة، حاطط لك الاتنين في نفس الاختيار عشان يوقعك، خلي بالك، عشان هو قال لك انا عايز الزيادة في البريشر، فالزيادة في البريشر دي تبقى 3 بي اي. يبقى دي فكرة الايه؟ السؤال ده. نروح للي بعده. سؤال رقم 18. The efficiency of the hydraulic press. ليه مفيش efficiency بتاعت hydraulic press كفاءة 100%؟ بسبب حاجتين. قال لك أول حاجة إن بيبقى فيه air bubble في الهيدروليك ليكويد، دي صح، وإن في friction force between the piston and the wall of the tube. ما أنت هنا عندك tube وأنت بتنزل فيها piston، فالبيستون بيحتك مع الايه؟ مع الول اوف ذا تيوب. يبقى كده A وB ار كوريكت، تبقى الاجابه سي. يبقى دي الفكره. يبقى عشان ده سؤال انا اتوقع ممكن يجي نظري، ليه يقول لك ان الافشنسي بتاعت الهيدروليك بريس ما بتوصلش 100%؟ فانت هتقول له ديو تو ان في اير بابلز في الهيدروليك ليكويد، تاني حاجه في فريكشن فورس بتوين الايه؟ في فريكشن قوه احتكاك بتوين البيستون والول اوف ذا تيوب، فخلي بالك من النقطه دي. تعال نروح للي بعده. سؤال رقم 19. The density of the oil at temperature 30 مالها with the density of oil at temperature 20. انت واخد من اول السنة ان كل ما التمبريتشر تزيد كل ما الدنستي تقل، ان العلاقة ما بينهم انفرس. انا هنا عندي التمبريتشر بتاعت ال 30 اعلى من التمبريتشر بتاعت ال 20، يبقى دنستي ال 30 اقل من دنستي الايه؟ ال 20. بس العلاقه ما بينهم انفرس، دي في اول درس خالص في المنهج، فكده هتبقى ايه؟ للزان 1. يبقى دي او للزان يعني. يبقى دي فكره الايه؟ السؤال ده فكرته صايعه، محتاج ان انت تبقى عارف العلاقه ما بين التمبريتشر والدنستي، ان كل ما التمبريتشر زادت كل ما الدنستي ايه؟ قلت. طب شوف اللي بعده. السؤال رقم 20 بيقول لك اف ذا فاليو، دي تحويله مفيش اسهل من كده. بيقول لك اف ذا فاليو اوف ذا اتموسفيريك بريشر كانت 760 ملم اتش جي، عايزها كام سنتيمتر اتش جي؟ لو انا بتلخبط في التحويلات ممكن اعملها. الرقم اللي انا حافظه المليمتر اتش جي 760، والرقم اللي انا حافظه للسنتيمتر اتش جي 76. طب ايه الرقم اللي معايا؟ انا معايا 760، تبقى 76. او تبقى عارف ان الملي ان انا ممكن اخد السنتي اضربه في 10 اجيب منه الايه؟ الملي. فلازم تخلي بالك من الايه؟ من الحوار ده. فهنا الاجابه تبقى 76. خلينا نروح نشوف المقالي. نيجي لأول سؤال معانا في المقالي، بيقول لك what happened when the temperature of the gas reached absolute zero at constant pressure. تمام، هو وصلت للابسوليوت زيرو وانا مثبت البريشر. طالما مثبت البريشر يبقى الموضوع علاقة فوليوم، فانا عارف ان الفوليوم دايركت مع التمبريتشر، فانا بقول لك ان التمبريتشر وصلت للزيرو، يبقى كده الفوليوم هو كمان هيبقى زيرو، فوليوم هيبقى زيرو، يبقى الفوليوم فانش. طبعا دي موضوع ثيوريتيكال، ان في الحقيقه مفيش حاجه اسمها كده، فدي ممكن تكتب له جنبيها انها ثيوريتيكال يعني نظريا بس. فانت تقول له طالما البي كونستنت، يعني انت عايز بقى اجابه تقول له ات كونستنت بي اهو الفوليوم والتمبريتشر دايركت، فلما التمبريتشر تبقى بزيرو الفوليوم تبقى بزيرو. نروح للي بعده. سؤال رقم 22 بيقول لك although the hydraulic press amplify the force but it doesn't amplify the energy. ليه؟ عشان حضرتك عندك قانون اسمه law of conservation of energy، قانون بقاء الطاقة، of energy، وان احنا اتفقنا مع بعض ان في الهيدروليك بريس في حاجتين ما بيتغيروش، ولا الورك ولا الايه؟ البريشر. يبقى ان ذا ورك دان، ان الورك دان اد ذا سمول بيستون، اد سمول بيستون ايكوال الورك ايه؟ ده انت هتكتب له، هتقول له اكوردنج للو اوف كونزرفيشن اوف انرجي ذا ورك دان اد ذا سمول بيستون ايكوال الورك
done at the big fest. عند الايه البيج بيست. يبقى هي دي الايه التركايه. فخلي بالك يعني. نروح للي بعده. سؤال رقم 23 بيقول لك when does the following happen. امتى ده يحصل. The difference in the pressure between two points امتى يبقى يساوي 0. يعني امتى الدلتا بي ايكوال 0. لما ما يكونش في فرق. يعني when التو بوينتس دول على نفس الليفل. In the same level او same plane. بس. يبقى دي ايه فكرة السؤال. انا قلت لك اهم جملة لازم تتسأل عليها مرة او مرتين في الامتحان. ان اي تو بوينت في نفس الليفل في نفس الليكود هيبقى عندهم نفس الايه البريشر. فخلي بالك من الجملة دي عشان على اساسها بنيين ابليكيشنز. بنيين البارامتر وبنيين المانومتر وبنيين اليو شيبد تيوب. فخلي بالك من الحاجات دي كلها تركات وتوقع في النظر. خلينا نروح لاخر سؤال. سؤال رقم 24 بيقول لك هات رايت ذا ساينتفك برنسبل اوف ذا كونكتد فيسل. خلي بالك ان الكونكتد فيسل برضو نفس الجمله. بص ده تالت سؤال يسال هو ايه الساينتفك برنسبل ان اول بوينتس اون ذا سيم هوريزونتال ليفل اتش زد ليفل يعني هوريزونتال ليفل in same liquid في نفس الايه الليكويد have same pressure. تاخد الاجابه كامله على طول. فزي ما قلت لك الجمله دي مهمه جدا فوق ما انت تتخيل. ده يعتبر ده السمستر كله بيتلخص في الجمله دي. كده يا شباب نكون خلصنا الامتحان التاسع. يا رب تكونوا استفادوا بالفيديوهات دي. واي حد عنده اي مشكله يبعت لي على الواتساب على رقمي ده. وشكرا ليكم يا شباب واشوفكم في الامتحان الجاي. سلام.